الحلقة دي طويلة شوية ومهمة جدا 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 من أولها لآخرها، فيها هقول لك تعمل إيه، هوريك الموقع اللي هنعمله مع بعض، هعرفك على الجانجو، هعرفك على الكورس، هقدم لك نصائح مهمة جدا جدا جدا. خليك معايا وركز كويس أوي 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 من أول الحلقة لآخر الحلقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم بفضل الله في جانجو. دلوقتي الجزء الجديد من كورس بايثون هو جانجو. بفضل الله اشتغلنا في الشغل اللي فات، شغل بفضل الله كتدريب كويس جدا جدا جدا، وكأنك تفهم بفضل الله كويس جدا جدا جدا. اكيد ما شرحتش كل حاجة عن بايثون، ولكن انت بفضل الله لما تذاكر من الكورس وتروح تدور على اي كود بفضل الله هتلاقي نفسك فاهمه، هتلاقي الدنيا سهلة ليك جدا جدا جدا. اشتغلنا مع بعض في اساسيات اللغة من البداية، واشتغلنا مع بعض في الاوبجكت اورينتد، وعملنا مشاريع وربطنا مع الداتابيز وشغلناها على كل اللغات، وعملنا بيها شغلناها على كل الانظمة بفضل الله، اقصد على كل الانظمه ويندوز لينكس ماك، وسطبناها مع بعض واشتغلنا بيها. المهم فاحنا في الجانجو هنعمل المشروع ده، تمام، زي ما احنا ما شايفين مع بعض كفرونت اند، تمام. طبعا مش هنعمله كفرونت اند، يعني زي ما احنا ما شايفين مع بعض، احنا هنعمله كجانجو، تمام. فرونت اند هو هيجي لنا جاهز، يعني هيجي لنا جاهز في الحلقه، يعني لما نيجي نشتغل فيه ان شاء الله هتلاقوه جاهز معانا على طول كفرونت اند، لان احنا شرحنا قبل كده البوتستراب وشرحنا قبلها حاجات كتير قوي قوي في الفرونت اند، تمام. عايزك تركز معايا قوي. اول حاجه هوريك البروجكت، اول حاجه هعملها هوريك البروجكت. زي ما احنا شايفين مع بعض بفضل الله كفرونت اند فيها شويه حركات كده لليوزر، عشان في ناس بتحب الحاجات دي، اوكي. طبعا الكلام ده كله دايناميك، مفيش في حاجة استاتيك، يعني هو دايناميك دايناميك دايناميك، يعني الشغل ده كله بفضل الله، يعني زي ما هنشوف بعد كده بإذن الله بفضل الله احنا بنعمله بنفسنا، تمام. زي ما احنا شايفين حتى الاكتف للقائمة من فوق او للناف بار دايناميك، يعني انا دلوقتي لما ادخل مثلا على جوين اس وادخل على ساين ان او اي حاجة تانية جوه الجوين اس بتلاقيها مفعلة فوق، كافي دي لما تيجي تدخل عليها كده واخد بالك انت بتلاقيها مفعله فوق. لو دخلت على البرودكتس، على فكره اول برودكتس، البرودكتس دي جايه من الداتابيز، البرودكتس دي جايه من الداتابيز، مخزنه جوه الداتابيز. الاباوت لما بتيجي تدوس عليها بتفعل زي ما احنا شايفين مع بعض، واخدين بالكم، تمام. زي ما احنا شايفين الشغل عامل ازاي، الشغل دايناميك. البرودكتس دي طالعه من قاعده البيانات بالفعل ومسجلة بالفعل، لما بتدوس شو ديتيلز على اي منتج فيهم بيعرض لك تفاصيله، ترجع للمنتجات تدوس على اي منتج يعرض لك تفاصيله، زي ما احنا مش شايفين مع بعض بفضل الله. الموضوع جميل جدا جدا جدا، وفي مفاجآت قوية جدا في هذا الكورس بإذن الله وبفضل الله، زي ما احنا مش شايفين مع بعض. ده البروجكت بتاعنا. طبعا لو انا جيت هنا وبحثت عن اي حاجة ودوست سيرش هيجيب لي نتائج البحث اللي انا عايزها، سواء كان منتج ولا منتجين ولا ثلاثة هيجيب لي اي نتائج. لو عايز اروح للادفانسد سيرش، تمام، وابحث عن الاسم وابحث عن الوصف وكمان السعر ما بين كذا وكذا وادوس يجيب لي، تمام. حتى لو انا عايز اشتغل عليها ككيس سنسيتيف يحس بالحروف برضو بفضل الله يشتغل معاك. زي ما احنا شايفين مع بعض المشروع دايناميك، المشروع فيه مفاجآت كتير اكتر من كده بفضل الله، يعني هنعرفها مع بعض. انت كمان عندك الادارة، في اي وقت تدخل على الادارة وتسجل دخول، حتى لو انت مش مسجل دخول، اوكي، بتسجل دخول اهو الادارة زي ما احنا شايفين مع بعض، بتبدأ تسجل دخول على الادارة. الادارة بتبقى موجودة معاك. لو انا ضفت لك منتج دلوقتي، يعني انا هوريك كتجربة، بص فيو سايت هنا اهي عندك، ماشي، هفتحها لك، ادي السايت،
دي برودكتس، ادي ايه اول برودكتس، ماشي؟ ركز معايا هنا، عندك دي المنتجات، بص شايف المنتجات اهي قدامك، شايفها؟ بص على الصور بتاعتها وركز قوي على الصور، تمام؟ وانا هضيف لك دلوقتي منتج جديد وتشوف بنفسك عشان تعرف ان هو متسجل فعلا في داتابيز. المنتج ده مش موجود، ده قهوه بالفانيليا، قهوه مع الفانيليا، ده مش موجود صح؟ ركز كده، شايف الصوره عامله ازاي، وبص معايا على الصور هنا اهو، همشي لك واحده واحده، واخد بالك؟ بوريك اهو بالدليل اهو، شايف؟ بص بص شايف، مفيش اي كوبايه نسكافيه فانيليا خالص، حتى هنا النسكافيه الوحيد اللي هو بالتلج هتلاقيه اللي هو ده، اللي هو ايس كافيه، اللي هو زي ما احنا شايفينه كده، لكن مفيش بالفانيليا. خلاص تعالوا نضيفه مع بعض كنظام اداره وهنشوف مع بعض. يعني انا هاجي هنا وهدوس على البرودكتس، دي البرودكت اللي عندي، ده كده اداره، ده اداره الموقع، خد بالك، ماي كافيه ادمنستريشن، دي كده اداره الموقع. انت متخيل الشغل اللي هنعمله مع بعض بفضل الله؟ طيب دلوقتي انا هقول له اد برودكت، ماشي؟ وهضيف الاسم، اجيب انا عندي هنا معلومات المنتج اهو، ادي ايه ده الاسم اهو، تمام؟ هحط الاسم هنا، اوكي، وده الوصف بتاعه، ماشي؟ هحط الوصف هنا اهو، ديسكريبشن نيم، ودي ديسكريبشن اهو، ماشي؟ والسعر مكتوب هنا 37 اهو، 37. الصوره هدوس تشوز فايل وهختار الصوره من على الديسكتوب، تمام؟ اهي اخترتها خلاص، تمام؟ مفعل، مفعل، المنتج مفعل، اوكي، تمام. ادي هقول له سيف، المنتج ده كده اتضاف اهو، المنتج ده اتضاف. لو انا جيت هنا وعملت ريفرش هلاقيه اهو اول واحد، لان هو بيعرض هنا من الاحدث اهو، واخد بالك؟ اهو شايف اتعرض مع المنتجات، اتعرض مع المنتجات زي ما احنا شايفين مع بعض، يعني هي اصلا خارجه من الداتابيز. لو دوست شو ديتيلز هيجيب لك الديتيلز بتاعته زي ما احنا شايفين مع بعض. لو رحت للصفحه الرئيسيه هتلاقي احدث منتج اهو، يعني الموقع دايناميك، ده اللي احنا بنعمله بجانجو، واكتر من كده انت ما شفتش حاجه بفضل الله. ايه انت لسه ما شفتش حاجه بفضل الله، هنعمل اكتر من كده بكتير، تمام؟ بس عايزين نتكلم شويه مع بعض، عايزين نتكلم شويه مع بعض. انا كده وريتك الايه، الموقع اللي احنا هنعمله مع بعض. زي ما قلت لك الفيديو طويل شويه، مش عايزك تفوت منه اي حاجه، لان الفيديو ده اساس للكورس الجانجو كله، او للبارت الخاص بالجانجو داخل كورس البايثون، مهم جدا جدا جدا. خلاص فعايزك تركز معايا قوي، عايزك في الحلقه دي بالذات تركز معايا جدا لانها اساس ليك. خلاص اول حاجه عايزك تعملها، لازم تكون على درايه تامه بكل اللي شرحناه في البايثون قبل كده. ليه؟ عشان تزداد خبره في اللغة اللي انت هتشتغل بيها. اول حاجة تعمل ايه؟ تكون على خبرة ودراية تامة بكل اللي شرحناه قبل كده. ولو عايز تزود معلوماتك هتلاقي بفضل الله الدوكيومنتيشن بتاع البايثون سهل جدا بعد ما تذاكر. طيب عايز تذاكر، ادخل على اليوتيوب واكتب كده، اكتب بايثون حسونة اكاديمي، وادخل على كورس البايثون، ذاكره كله من اول حلقة رقم واحد لغاية حلقة رقم 285، وبعد كده هتلاقي فيديو ساعتين ونص بنراجع البايثون كلها بسرعه في ساعتين ونص، شوفوا بعد ال 285 حلقه. ده كده اول حاجه تعملها. اكتب ورايا، اكتب ورايا، ما تسرحش مع الموقع، اكتب ايه؟ اكتب ورايا، عايزك تكتب ورايا اللي انا بقول ده. خلاص؟ دي اول حاجه هتعملها. تاني حاجه هتعملها، هتكتب على اليوتيوب HTML حسونه اكاديمي، وتبص بصه سريعه على كورس ال HTML اللي انا داخل على الويب، خد عنه فكره. بعد كده ادخل على اليوتيوب اكتب ورايا، دي كده تاني حاجه هتعملها. بعد كده تالت حاجه هتعملها، ادخل على اليوتيوب واكتب CSS حسونه اكاديمي، وراجع سريعا على كورس CSS. بعد كده خامس حاجه، رابع حاجه هتعملها، تدخل على اليوتيوب وتكتب جافا سكريبت حسونه اكاديمي. بعد كده خامس، وتراجع سريعا على الجافا سكريبت. هتلاقي الحاجات دي كلها خفيفه على فكره، انت ممكن الطريقه اللي انا وريتها لكم قبل كده ان انت يعني تراجع بسرعه هي انك انت بتسرع الفيديو، تخلي اليوتيوب تدوس على الاوبشن بتاعه وتسرع الفيديو وتبص. ده الكلام ده لو انت مذاكر اللغه وعايز تراجع عليها، فعايزك تاخد فكره عن الحاجات دي ولو بسرعه. HTML CSS جافا سكريبت
جي كويري حسون اكاديمي، ادخل على اليوتيوب واكتب جي كويري حسون اكاديمي، بعد كده ادخل على اليوتيوب واكتب بوت ستراب حسونه اكاديمي. تمام، شفت بقى الحاجات دي؟ تمام كده، كده انت جاهز معايا لايه؟ للويب بقى اللي احنا هندخله دلوقتي ده. تمام، لو اي حاجه تاهت منك عايزك تدخل دلوقتي على اليوتيوب وتكتب جانجو حسونه اكاديمي، جانجو حسونه اكاديمي بالعربي، بالعربي جانجو حسونه اكاديمي. انا بدات كل مسميات الحلقات الخاصه بالجانجو بكلمه جانجو في البدايه، علشان لما تيجي تكتب انت جانجو حسونه اكاديمي يطلع لك كل دروس الايه الجانجو، ما تتوهش وبسهوله تلاقي البلاي ليست. تمام، طيب وهحاول برضه اسمي البلاي ليست بتاع الخاصه بجانجو، هحاول اسميها جانجو حسونه اكاديمي بحيث ان الموضوع يكون ايه سهل عليك في البحث. خلاص، ده كده كبدايه قبل ما تبدأ معايا في هذا الكورس وهو كورس الجانجو. خلاص، عرفت كده هتعمل ايه؟ هتذاكر البايثون كويس، هتاخد فكرة على HTML و CSS و جافا سكريبت و جي كويري و بوتستراب، بعد كده تدخل معايا الجانجو، وما تنساش تكتب على اليوتيوب جانجو حسون اكاديمي علشان دايما تكون مترابط بالفيديوهات وتشوف الفيديوهات بالترتيب. المهم، واحدة واحدة بقى كده. طبعا قبل كل ده لازم تكون ذاكرت كورس الويندوز، لو عايز تراجع عليه ادخل راجع عليه، اكتب ويندوز حسون اكاديمي على اليوتيوب هتلاقي كورس الويندوز 60 حلقه خفاف تراجع عليهم بسرعه، مفيش اي مشكله. لازم تكون متعود شويه على سطر الاوامر، يعني لما تيجي تفتح الدوس تبقى عارف انت بتكتب ايه، لما تيجي تفتح التيرمينال على اللينكس والماك تبقى عارف انت بتعمل ايه. تمام، لان احنا هنستخدم اسطر الاوامر. خد بالك وركز بالك، ركز معايا وخد بالك معايا، وعايزك تكتب كل اللي انا بقوله ده علشان يبقى خريطه ليك في الكورس كله. خلاص، طيب بالنسبه للجانجو، الجانجو يعني صدقني حاجه مهمه جدا جدا جدا. الجانجو بفضل الله يعني لو كلمتك عنها في سهولتها في جمالها في انك انت تنتج بيها انتاج سريع، حاجه قمه في الروعه بصراحه يعني. تمام، الجانجو يعني انت بتلاقيها جميلة جدا جدا معاك، وهتعرف انت بعد كده. الجانجو انت بتعمل بيها ويب سايت وبتستخدم لغة البايثون وسهولة الجانجو، وبتربط مع قواعد البيانات وبتظبط قصة زي ما انت معاوز. اللي منكم اشتغل مثلا، مثلا يعني بي اتش بي كان بيعمل كده خلاص وبيكتب الكود بتاع البي اتش بي صح، واللي منكم اشتغل سي شارب كان مثلا، مثلا يجي يعمل كده ويبدا يكتب اكواد الايه سي شارب، وهكذا حاجات كتير بالمنظر ده. جانجو يا عمي بتقول لك يعني المشهور اهو، هتعمل اقواس مجموعه كده او كيرلي بريسز، وكيرلي بريسز تاني مقفول، وجوه هنا هتعمل علامتين في المية، وتدخل هنا تكتب الجانجو، تدخل هنا تكتب الجانجو. يعني الموضوع بفضل الله سهل جدا، سهل جدا جدا جدا. قواعد تمشي عليها، بتطلع السايت بتاعك دايناميك، ونظام الإدارة بتلاقيه اتعمل معاك زي الفل من غير ما تتعب فيه، بتلاقي الدنيا سهلة جدا معاك بفضل الله في كل حاجة، حتى في التعديل، حتى لو حبيت تعدل على اللي هم عاملينه. عايز أقول لك، عايز أقول لك من جمال الجانجو انك انت لو قلبت لغة الموقع بتاعك عربي، وانا هبقى اوريك ان شاء الله الكلام ده في الشرح، لو قلبته عربي بتلاقي نظام الادارة ده كله اتقلب عربي، بيبقى اضافة وهنا مرحبا وهنا الادارة انت متخيل، بتلاقيه اتقلب كله عربي، وتلاقيه جه من اليمين لوحده، تعمل الموقع انجليزي تلاقيه اتقلب للشمال لوحده بقى انجليزي من غير انت ما تدخل تضيف اي حاجة. فاهمني؟ يعني الموضوع بفضل الله ممتع جدا 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 في حاجات كتير قوي، وانت هتاخد بالك كويس وانت شغال من حاجه زي كده. تمام، عايزك تتخيل معايا الجانجو وكانك انت برمجت ادوات، عملت برمجه لادوات، وعملت للادوات دي دوكيومنتيشن علشان الناس تستخدمها. ف بتدي ارشادات بقى، بتقول احنا عشان نعمل كذا بالادوات دي ونوصل للنتيجه فبنعمل واحد اتنين تلاته. تخيل الجانجو اكنها كده، الجانجو دي اتعملت
وليها طرق بتشتغل بيها وليها حاجات بتشتغل بيها بفضل الله، فبتلاقي الدنيا معاك ايه؟ بناء على حاجات انت عارفها بتشتغل بيها فهمتها خلاص، بتلاقي الدنيا معاك ماشيه زي الفل. تخيل، تخيل انت كده لما تعمل ادوات بتسهل عليك وتستخدمها بعد كده، تمام؟ بس فانت بتقول للناس بقى اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا علشان ايه؟ توصلوا لنتيجة كذا وكذا وكذا. الجانجو اعتبرها بالطريقة دي. اوكي، بص الجانجو سهلة جدا، عايز اقول لك الجانجو سهلة جدا. انت ممكن تحس في الاول انها صعبة، لكن هي شوية طرق سهلة وسلسة جدا فوق ما تتخيل. وعلى فكرة عايز اقول لك على حاجة، ان مع التكرار، مع التكرار هتلاقي الموضوع اسهل مما يمكن. يعني مثلا، مثلا كل شويه تقعد تكتب يو ار ال يو ار ال يو ار ال يو ار ال يو ار، فتلاقي سبتت في دماغك خلاص، انت عرفت ان يو ار ال. تقعد كل شويه تكتب ستاتيك 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 لود ستاتيك بلوك اند بلوك اف مش عارف ايه، كل شويه كل شويه عمال تكتب، فبتلاقي انت نفسك خلاص اتعودت عليها. وخصوصا لما تكون شغال عليها كباك اند ومتخصص فيها، بتعمل شغل عالي جدا جدا جدا، لان التخصص طبعا بيطلع ابداع، تمام؟ فتاخد بالك كويس من الموضوع ده، مش عايزك تستصعبها، مش عايزك ايه تستصعبها، عايزك تاخد بالك ان الموضوع بفضل الله سهل. حتى لو حسيت انه صعب في الاول خد بالك كويس. طيب بالنسبة للكورس بتاعنا، احنا كورس الجانجو اللي احنا هنعمله بفضل الله، احنا في الكورس ده قررت ان انا بفضل الله اعمل المشروع على طول. انا عارف انا معودكم في الشروحات بتاعتي، او في اغلب الشروحات بتاعتي زي السي شارب والجافا ورينج وحاجات تانية كتير، بفضل الله ان انا بمسك الحاجة اشرحها الاول بالتفصيل واخد كل حاجة لوحدها، بعد كده ابدأ اعمل البروجكت في الاخر. الجانجو غير، يعني عشان في ناس بتشتكي من الملل، تمام؟ ولكن على فكرة كأسلوب أكاديمي أمسك كل حاجة بالتفصيل ده ممتاز، خد بالك خد بالك. ولكن انا عملته بفضل الله على يوتيوب، قلت ادخل على طول في الموضوع وابدا على طول في البروجكت وابدا على طول في السايت اللي هنعمله بفضل الله، بدل ما امسك الجانجو اشرحها بالتفصيل الاول واشرح كل حاجه فيها وبعد كده اشتغل، قلت اشتغل على طول. واللي قابلنا نعمله بقى واحنا ايه واحنا ماشيين. خلاص ده بالنسبه لخطتي في الكورس يعني. وهقول لك دلوقتي همشي معاك ازاي بفضل الله، بس ناخدها واحده واحده. عايز قبل ما انسى اقول لك على شويه تحذيرات. خد بالك انا قلت لك اكتب من الاول، اكتب ورايا كل حاجه بقولها عشان دي خريطه ليك للجانجو كلها. في شويه تحذيرات عايز اقول لك عليها. اول حاجه بلاش تلعب في، انا هحاول اقول لك على قد ما اقدر يعني، في حاجات تاني بس انا هحاول اقول لك باختصار. اوعى تلعب في قاعده البيانات بعيد عن الجانجو. يعني انت مثلا شغال خلاص، خلي شغلك بالجانجو، خلي شغلك يعني مثلا انا المنتجات دي كلها ضفتها بنظام اداره، المنتجات اللي انت شايفها دي كلها ضفتها فعلا بنظام الاداره، ما رحتش ضفتها من دماغي في الداتابيز، تمام؟ مع ان لو ضفتها في داتابيز مانيوالي عادي، بس هتعمل لك ممكن تيجي، يعني مثلا تخيل معايا لو انت عملت حركه زي كده ايه اللي هيحصل؟ تيجي تضيف منتج جديد يقول لك ده برايمري كي حصل فيه كونفليكت وانت ما جيتش ناحيته، تمام؟ لان الجانجو دي قابلتني انا شخصيا وانا شغال، كنت بجرب قابلتني. فخد بالك يعني وانت شغال بلاش تلعب في الداتابيز بعيد عن الجانجو، دي حاجه. حاجه تاني بلاش استعجال، بلاش تستعجل، وتابع الحلقات بالترتيب وانت المسؤول لو فوتت اي درس. خد بالك لازم الترتيب، لازم الترتيب. لو جيت قلت انا مش فاهم اعرف ان انت في دروس سبتها، تمام؟ طيب حط بقى اللي انا هقولك عليه ده، حط تحتها 20 خط، لا حط تحتها 2000 خط، حط تحتها 2 مليون خط. لازم، وخصوصا مع الجانجو، لازم تفهم الاول قبل ما تشتغل، لازم تفهم الاول قبل ما تشتغل. ما تستسهلش الكود وتدخل تشتغل على طول، لا افهم الاول، اعرف ايه بيبصل ايه، اعرف ايه بيشغل ايه. وانا بتوصى قوي بالكلام ده في اول الجانجو، خد بالك يعني انا مش هشرح لك المشروع على طول، لا ده انا هقول لك الاول الجانجو ازاي بتشتغل وازاي بنعمل كذا وكذا وكذا وكذا
بعد كده هبدأ في الايه، في المشروع، مش هشرح تفاصيل الجانجو، لا هشرح ازاي بتشتغل وفكرتها قايمه ازاي وايه بيشغل ايه بيشغل ايه بيشغل ايه قبل ما نبدأ في الشغل بتاع المشروع. فعايزك تاخد بالك كويس، ما تشتغلش غير وانت فاهم، لانك لو انت شغال وانت مش فاهم ممكن تلاقي حاجه باظت منك بسببك انت، خلاص ممكن تلاقي حاجه مش شغاله معاك وتقعد تقول مش شغاله ليه، طب ما انت اللي ما خدتش بالك، خلاص. طيب في حاجة برضو تاني عايز اقولك عليها، انك تلتزم بقواعد البايثون، او اكتب، اقولك على حاجة، اكتب على الانترنت بايثون رولز وابحث كده وهات الدوكيومنتيشن بتاعهم، شوفهم مثلا بيسموا الكلاس ازاي، بيسموا الموديول، يعني مثلا مثلا بايثون تقول لك ايه لما تيجي تعمل موديول اكتبه كله سمول، مثلا لو جيت تعمل كلاس بتعمله مثلا كامل كيس الى اخره، تمام؟ يعني تلتزم بقواعد البايثون في العمل وانت شغال، ما تروحش كده تعمل موديول من دماغك وتسميه كابيتال، لا. تيجي تلاقي مثلا بايثون بتقول لك الملف ده لما تيجي تعمل فيه متغيرات اعملها كابيتال، يا عم اسمع الكلام واعملها كابيتال. واخد بالك؟ طيب تمام كده بالنسبه للتحذيرات، وخد بالك منها تمام كلها وحطها في الاعتبار وانت شغال. طيب بالنسبه للكورس بتاعنا هنعمل فيه ايه؟ الكورس بفضل الله هيكون زي ما هقول لك كده، عايز تكتب ورايا اكتب، تمام؟ طبعا بعد المقدمه اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض دي، تمام؟ هخليك تحدث البايثون، تمام؟ هقول لك يعني ايه بيب اللي انت بتشتغل بيه وبتحدثه ازاي؟ هكلمك عن البيئه الافتراضيه او الفيرشوال انفايرومنت، وبتفيدك بايه وبتشتغل بيها ليه وبتعملها ازاي وبتفعلها ازاي، تمام؟ هقول لك ازاي بتنزل الجانجو جوه المشروع بتاعك، هشرح لك ازاي تنزل فيجوال ستوديو، خد بالك الكلام ده كله هشرحه معاك على الويندوز واللينكس والماك، يعني انا مش هسيبكم. انا معاكم، خلاص. يعني بفضل الله كل اللي انا بقول لك عليه ده، كل اللي انا بقول لك عليه ده هخليك تعمله على الويندوز، وهخليك تعمله على اللينكس، وهخليك تعمله على الماك، سواء كان تشغيل البيئة الافتراضية، سواء كان تنزيل البيئة الافتراضية، سواء كان تنزيل فيجوال ستوديو كود اللي هنشتغل عليه نفسه، تمام؟ حتى فيجوال ستوديو كود هنزله معاك على الويندوز واللينكس والماك وهجربه لك، واخد بالك؟ هعرفك ازاي بفضل الله تعمل مشروع، تمام؟ هشرح لك مع رسم توضيحي لتوصيف بيئة الخادم والعميل اللي هي مهمة جدا 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 عشان تشتغل وانت فاهم، تمام؟ هشرح لك مع رسم توضيحي لتوصيف ازاي الجانجو اصلا شغاله، هوصف لك ملفات المشروع، هعرفك كل ملف بيعمل ايه، تمام؟ هسهل عليك المواضيع وانت شغال بفضل الله، تمام؟ هعرفك ازاي تطبيق وازاي مشروع او البروجكت والابلكيشن، وهنعمل مع بعض مشاريع وتطبيقات، وهنجرب مع بعض، وهنعمل صفحات، وهنعمل اكتر من صفحات، وهعرفك ازاي بتشتغل الجانجو نفسها وايه هي فكرتها، وازاي الـ URLs وازاي الـ views والموديل والتمبلت، كل ده بفضل الله هنشتغل فيه، كل ده بفضل الله هنشتغل فيه، وهعرفك ازاي تنزل تطبيقات، وازاي تحذف التطبيقات، وازاي تعمل القوالب، وازاي تربط القوالب بالفيوز. يعني بص، يعني حتى الحاجات اللي ممكن تقع في اخطاء فيها هحذرك منها. هوريك المشروع بسرعه اللي احنا هنعمله فرونت اند، انا مش هعمله معاك في الكورس، لا. انت لو عايز تعمل زيه شرحنا البوت ستراب، اكتب على يوتيوب بوت ستراب حسون اكاديمي، بفضل الله هتلاقينا شارحين موقع كامل بالفرونت اند، تمام؟ هنتعرف على الاستاتيك، هنظبط الروت والميديا، وهنعمل كوليكت للاستاتيك، وهنشغل البروجكت بتاعنا، وهنعمل ملفات، وهنثبت ملفات، وهنخلي الشغل سلس ومش هنكرر اكواد كتير. هتلاقي الشغل انت ممكن مثلا في حاجه انت بنيتها على حاجه تدخل تكتب كلمه تلاقيها اتعملت، انت متخيل؟ تدخل حاجه مثلا انت برمجتها وعملتها وظبطتها وتعبت فيها، تيجي بقى انت عايز تعمل حاجه تانية مبنيه عليها، تفاجأ ان انت داخل مجرد ما كتبت كلمه بس او كلمتين تلاقيها برمجت لوحدها بس بفهم، تمام؟ بفضل الله هوريك ازاي تعدل على تصميم لمشروع جانجو، تمام؟
بفضل الله هنشتغل مع بعض، هنعمل مع بعض التطبيقات. بفضل الله هنزل معاك قاعدة البيانات بوست جري اللي هنشتغل بيها، تمام؟ بوست جريز او بوست جري اس كيو ال هنزلها معاك على الويندوز، وهنزلها معاك على اللينكس، وهنزلها معاك على الماك، هنزلها معاك على كل الأنظمة. هوريك ازاي تبدأ الشغل عليها، هعمل قاعدة بيانات وهعمل لك ليها صلاحيات، هنزل لك الدرايفر اللي انت بتربط بيه ما بين جانجو وما بين بوست جريز، تمام؟ هظبط لك اعدادات الداتابيز علشان وانت شغال ما تقابلكش مشاكل، وهنبهك على البورت والهوست وكل حاجة بفضل الله. هنعمل مع بعض المايجريت، وهنتعرف ايه هو المايجريت او المايجريشنز، وهنتعرف على كل الكلام ده، هنفهم عمليات المودلز كويس، هنعمل موديل، هنشتغل مع الموديل، هننشئ يوزر علشان ندير من خلاله الشغل بتاعنا بفضل الله، وهنديله الصلاحيات على الداتابيز، وهنظبط القصه، يعني هنشتغل بيوزر على الداتابيز، وهنشتغل بيوزر على بفضل الله. بص هنظبط القصه جامد جامد جامد، يعني فوق ما تتخيل، حتى الحاجات اللي بتتعمل هفهمها لك بفضل الله، تمام؟ حتى الصور هنعرضها، خد بالك من الكلمه دي، بدلاله الداتابيز، هنعرضها بدلاله الداتابيز، اوكي؟ علشان تبقى الكلام واضح. وحتى يعني اسلوب عامل لك ايه، هحاول على قد ما اقدر اعمل ايه، مثلا تلاقيني في حاجه عملتها متعمد ان انا اطلع خطا، وبعد كده اروح شارح لك الحاجه اللي بتخلي الخطا ده يروح، تمام؟ فهتلاقي بفضل الله شغل، يعني حتى بتقابلك مشاكل بقولك عليها وبحلها لك، تمام؟ هنجيب معلومات المنتجات من الداتا بيس، هنعمل حاجات اكتر من كده بكتير، ده انا بس كده بستعرض معاك ايه، يعني حتى نظام الاداره ده بفضل الله خليك تعدل عليه لو انت عايز، تمام؟ يعني انا كده بس ايه بستعرض معاك حاجات خفيفه، احنا هنعمل حاجات تانية بفضل الله اقوى من كده واحسن من كده، لكن انا مش عايز احرق لك كل المفاجآت، عايزك تركز كويس، وعايزك تفهم كويس، وكل الكلام اللي انا قلته في هذه الحلقه تكتبه كله، ويكون زي الروشتة كده اللي انت بتمشي عليها علشان توصل لنتيجة كويسة، خلاص؟ تمام كده؟ في نصيحة مهمة جدا 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 عايز انصحها ليكم، خلاص؟ في باشمهندس بيشرح الجانجو باسلوب اكثر من رائع، انصحكم تشوفوه بعد الكورس بتاعي، يعني بعد ما تشوفوا الكورس بتاعي وتأسسوا معايا وتعملوا المشروع، تمام؟ تدخلوا على اليوتيوب وتبحثوا عن مهندس أحمد أبو عيسى قناة علوم ويب، وتتابعوا كورس الجانجو بعد ما تشوفوا معايا أساسيات الجانجو وشغل الجانجو، ونعمل بروجكت مع بعض، تمام؟ لأن أنا هبدأ معاكم من الصفر، أنتوا عارفين أسلوبي بفضل الله، خلاص؟ بعد كده تظبطوا ان شاء الله، نذاكر كويس ان شاء الله، نكتب اكواد كتير ان شاء الله، ما نستعجلش. انا عارف جانجو سهلة وجميلة، بس محتاجة مننا يعني اننا نفهم واحنا شغالين، دي من وجهة نظري ان الجانجو اهم حاجة فيها الفهم، عشان توصل للي انت عايزه هي سهولة، بس لازم تفهم قبل ما تشتغل، علشان ما تشتغلش وتلاقي نتائج غير اللي انت طالبها. ان شاء الله نبدأ مع بعض من اول الحلقة القادمة في جانجو. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله، عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.